يعطيكم العافية والسلام عليكم متابعين معتز الدور. طبعا أنا العصر رنوا علي أكثر من 4 مرات قالوا لي مسكنا حية صغيرة فرخ. توقعت إنه يكون فرخ بقلوية أو فرخ عربية. فتبين إنه الحية بعد اتصال خامس لشباب وولاد ابن 14 سنة و 15 سنة انه الافعى حراشف منشرية. طبعا اخوان انا قشعر بدني الحمد لله، الجو شوي بارد، يعني بارد كيف بدي اقول لكم، رطب مش شوب ولا برد برد، يعني بتوقع انه الحية كانت باردة للطشت الاولاد. طبعا الاولاد من دار علقم من مخيم شعفاط. طبعا احنا وصلنا مخيم شعفاط هذا قاعدين بيستنوا فيها، اتصلوا اثناء انا في الدوام في العمل. طبعا كمان بنحيي جميع المتابعين اليوتيوب والفيسبوك متابعين معتز المطور. يعني انا من الله الله سترها عليهم انه ما سلخت ولا ولد، وكاينين يلعبوا فيها في ايدهم. طبعا الافاعي اخوان مهم جدا ننتبه منها، مش اي افعى بتنصاب بالايد او اي افعى بنلاقيها نقعد نلعب فيها. طبعا انا دائما بوجه فعاليات في المدارس، بوجه عن طريق الفيديوهات توعية عن الافاعي انه ما حدا يلمسها او يلعب فيها. أيوم اجر ليش علقم؟ إيه. كيف حالك؟ والله تمام. انت شوف ضابط معاها. وين مسكتها؟ عجب لي واحد هم طالعين شو اسمها؟ عين فارة. ماكين طالعين على الجبال. طيب وكيف لعبتوا فيها؟ انا مسكتها من ذنبها. تعرف انه سامة وخطيرة جدا. طيب ما اعرف. اوسخ حية وين؟ لما مسكتها. لا يا زلمة. لا خلص. انا هو قرصت مين يا ابن العرب خبل. لا بدون ما سبتناكم في اليوتيوب. زي خلق. الحين يا اخوان زي ما انتم شايفين كم مره رنيت علي قلت لي مسكنا حيه. ايش بعرفني كثير؟ 3-5 مرات. شو اصور روحك؟ طلع الفتحه هاي بتقدر تلسعك منها لو لعبت فيها. لا حطيتها بالسياره من. لا بتطلع منها كمان. هاي الحيه سامه ما فيش معها مزح. يعني انا اذا هسه بمسكها وبكشف لك عن نيابها بتخاف من نيابها. بفرجيك السم عادي، بدك افرجيك عشان افرجيك الناس. دخلت علي يا زلمه. فهي فيش معها مزح، هاي الافعى واضح اللي هي الحراشف المنشريه اللي هو محمد صح؟ محمود علقم الشباب. يعني محمود مسكها من ذنبها صح؟ هذا اشي غلط بجميع الافاعي، يعني حتى لو سامه او غير سامه. كنت داير عليها مي متلجة. مو حتى ولو هذه فيش معها مزح. تعال افرجيك اياها. طلع عشانها صغيره. طلع نيابها. كرر يا محمود. فكيتها. طلع. راكبها هاد ها؟ شايف نابها؟ وضح لي نابها وضح. يعني فيش معها مزح. يعني اذا بدي افرجيك نقطة سامكة عشو. هاي طلع. نحن نقطع الناب الثاني. ايوه. طلع. لا الناب الثاني مكسور. مكسور ولا موجود؟ لا والله موجود. بس هاي طلع. مش هذا لمسها يعني. طلع.
شفتوش غير بالك. شايف طلع الصبح، هاي النبي الثاني طلع. سام خليك طلع نقطة السام. هاي نقطة السام تعرف شو بتسوي فيكو؟ هاي مش هداسة، بتوديك على النعاش. هاي نقطة السام كل نرميها للسام وراه كل هاد نقطة. شايف نيابها؟ طلع هاي كمان مرة بنوقفه للفيديو المتابعين. خليك شوي هاي حية بتسوي لك على تميع دم. تعرف شو يعني تميع دم؟ يعني بصير الدم من شوربة مي من مناخيرك ومن دانك من وين مكان بصير الدم ينزل. ايش معها مزل مواضيك في مية؟ هاي حراش المنشرية مميزة بني وعليها نقط مية. فكرتها فلسطينية او بقلوية؟ لا لو بقلوية عادي بخليك تلعب فيها، بس انا اول ما شفت ما مخليش حدا، لأن أول ما صرت تهاجم عليه أول ما شفت دايما صرت تلقى شعر بغني. يعني هاي حية فيش معها مزح مزح. أنت بتعرف شو اللي خلاك ما تلسعكش ولا يصير فيك شيء؟ بتعرف شو هو؟ إنه بس باردة، ما هي باردة إنه باردة الحية بدات نفسها. لو الدنيا نار بس انخفت جابتك في اللي نعم. هيك محمود، هيك محمود هو قدع برتكن عليه، بس برضه الاحتياط واجب دائما لما نلعب في هاي الافلام. حتى اذا فرجيت مشيتها بتمشي جنات. حطيت على البلاط غير لو انا الدنيا نار تسمع صوت جلده ويفك في بعض تصدر صوت. لا طلع طلع صوت، كانت دافيه. انا دافيه وكانت تلعب فيها والله موضوع. كانت مي كان الله الله بحبها يا ابو ليه. مش انا اللي بس قبل اسبوعين ماتت بنت صغيره في الاردن هنا، قبل شهرين مات واحد مصري من سكان الاردن اوسط من الفلسطينيين. الفلسطينيه بتعمل على تجلد دم، بس هاي بتعمل على تميم. الفلسطينيه ما بتحتاج دم يحطوها، بس هاي بدها 15 وحده دم و10 وحدات دم بيلحقوش عليه. هي هذا شايف كيف؟ حية وسخة وسخة تطلع على عينيها. مرة زكتنا نوض من كشوف فاتح زكتنا فلسطين هيك عيني. يعني شوف منيح اللي انت رميه ومنيح اللي انت هو بطولها وبنولح فيها. يا مسكة يرميها على الأولاد. لا هي زلمة ما ترميها على الأولاد يا زلمة. هذا كل الناس في الشارع مش مش يعني أنا إذا بخبط عندي عضار عندي عقرب هالقد صغير، بس إيه سمو بجيبك برضو كرم مش طالها وصار يلعب فيها. شفتوا انيابها قديش يتصوروا فيها؟ تخيل قديش انيابها توقعت راح يكون هيك. صار شويه بلاش بحط ايده بكره هو المخبز زاهر. لا لا ولا شيء. لهيك محمود تاني مره اي حيه بتشوفها يا بترن علي يا ما تلعبش. يعني هاي الحيه الكبيره يا بترن علي يا بتريحها. سام نفس الاشي، بس هاي اصغر وهذيك اكبر. يعني لو انا بقول انه صغيره مش مشكله، نفس المفعول الكبير. انا اخوان دائما متابعين معتزل تور باليوتيوب ما بنصح حدا يلعب بهاي الافاعي. محمود ثاني مره لما بتشوف حيه تلعبش فيه لمصلحتك ومصلحه الجميع، ولانه الفيديوهات راح يشوفوا الناس. دائما بننصحش حدا يلعب فيها لانه هاي حيه وسخه، وانت من الله بس قول الحمد لله انه ما صابك. لا أصدقنا أنا كل شغلة بشوفها برن عليه. إن شاء الله حبيبي يا محمود، وأنا بحبك ودائما كثير بشوفك على الشارع. هيك يعطيك ألف عافية.